يواصل النظام السعودي عمليات التهجير القسري لسكان المناطق الحدودية خاصة أبناء القبائل اليمنية في جازان بحجة حمايتهم رغم إصداره أوامر قهرية بترحيلهم قسريا. تداعيات العدوان السعودي بدأت تأخذ منحا خطيرا، تمثل هذه المرة في استهداف اليمنيين في المناطق الحدودية أو تلك التي تحكمها السعودية لا سيما في جيزان. فبالرغم من التكتم الإعلامي الذي يفرضه ذلك النظام والقمع الذي يمارسه بحق الإعلام والصحفيين، إلا أن أصداء جريمة التهجير القسري لقبائل بني مالك في جيزان خرجت للعيان لتضع النظام السعودي المتداعي أمام قضية مصيرية. قبائل آل يحيى وآل النخيف وآل زيدان وجميعها تنتمي لقبيلة خولان بن عامر الشهيرة يدفعون اليوم ثمن يمنيتهم، حيث أجبرهم نظام آل سعود على مغادرة ديارهم خلال مدة زمنية قصيرة بعدما قرر تحويل قراهم إلى ثكنات عسكرية. ووفقا لمصادر مطلعة فقد قام النظام السعودي بعملية تهجير لقرى ومدن جيزان المتاخمة لحدود محافظة صعدة وسط رفض واستياء شعبي لتلك الممارسات العنصرية. الأهالي من جهتهم نشروا مقاطع عبر تويتر كشفوا فيها الممارسات العنيفة التي قامت بها القوات السعودية ضدهم لرفضهم قرار التهجير. وعلى الرغم من عدم إعلان السلطات بشكل رسمي تهجير سكان هذه المدن والقرى، بل ونفي صدور قرار بذلك، نشر المغرد المعروف مجتهد صورا للأمر الرسمي الصادر عن حرس الحدود بتاريخ 9 شوال والقاضي بإجبار الأهالي على ترك منازلهم ومغادرة قراهم خلال 72 ساعة. وقال مجتهد إن تحرك السلطات السعودية جاء عقب توقع المسلحية الجيش اليمني واللجان الشعبية في الأراضي السعودية، وذلك لمسافة 10 كيلومترات باتجاه جيزان. وأضاف أن أهالي جيزان ينظر لهم في السعودية على أنهم مواطنون درجة ثالثة، وغالبا ما تتهمهم السلطات بالولاء لصالح اليمن يعقب ذلك الاتهام خطوات السجن وسحب الهوية. إلى ذلك حذر مواطنون متضررون من تكرار ما حدث في العام 2009 عندما احتلت السلطات السعودية نحو 300 قرية بحجة حمايتها من الحوثيين، إلا أنها رفضت تسليمها لساكنيها عقب انتهاء المواجهات. حملة التهجير التي تحصل، طبعا التهجير قديم من زمان كان له، التهجير كان له كان سبب أطماع آل سعود بحجة والله الخطر والحدود وترسيم الحدود ومش عارف إيه، والحقيقة له أطماع أمراء في مناطق فيها معادن وفيها نفط وفيها كذا، فوضعوا عينهم عليها حتى يثمنوها. ويحذر مراقبون من أن ما يحدث اليوم في جيزان وغيرها من المناطق اليمنية الأصل ما هو إلا إعادة لتشكيل الخارطة الديمقراطية للمنطقة وإبعاد الأهالي ذوي الأصول اليمنية واستغلال أراضيهم من قبل لجان خاصة بالأمراء وتحويلها إلى استثمارات تجارية أو منشآت عسكرية تابعة للنظام السعودي.